خلونا نروح للمؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا لتحديد المركز الثالث بكأس السوبر. نسيبكم مع هذا المؤتمر، بعديه نطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا المحللان الرياضيان أحمد الجهري وشهاب هيكل. هو ماتش بكرة، ماتش ضد سيراميكا، تحديد مركز الثالث، ماتش تحضيري كويس للموسم الجديد، ماتش ضد فريق قوي. اتفرج على ماتش سيراميكا والأهلي في نص النهائي اللي فات، سيراميكا كان فريق أفضل، لعب ماتش أفضل، فبالنسبة له هو ماتش تحضيري كويس ضد خصم كويس. بالنسبة للماتش ده، هو ماتش تحضيري المركز الثالث، هو بالنسبة له هو ماتش تحضيري فقط، عشان هو مش بيطمح ان هو يطلع مركز ثالث، هو على طول بيفضل ينافس على المركز الأول. فالماتش ده بالنسبة له هو ماتش تحضيري، يقدر يدي لمجموعة لعيبة ما كانوش بيشاركوا الفرصة ان هم يشاركوا ويثبتوا نفسهم، بالذات ان كان في لعيبة مش معانا في المعسكر الإعداد بتاع أول الموسم، فهو هيشوفهم وهيكون يعني هيخلق فرص للعيبة مش بتشارك بصفة دائمة، يعني علشان في شهر ديسمبر وشهر يناير اللي جايين هيبقى عندنا ماتشات كل يومين ثلاثة، فهو لازم يحضر اللعيبة دي ذهنيا وبدنيا ان هم يكونوا جاهزين ويقدروا يشاركوا في الماتشات اللي هي الرسمية اللي جاية. لا، ما يلي عنده مشاكل شخصية اضطر يغادر المعسكر ويرجع بلده، لكن احنا عملنا معسكر اعداد في تركيا 8 ايام، واللعيبه كلها تقريبا في فورمه هايله وفورمه متشابهه كلهم، فمش هيواجه مشكله في اختيار البديل. يعني الحقيقه احنا الفتره ما بين المباراتين هم 3 ايام، طبعا الاجواء شويه بعد المباراه الاخيره كانت فيها صعوبه شويه، لكن اكيد فريقنا عارف ان المباراة دي مهمة بالنسبة لنا جدا، وخصوصا ان هي بس لا تمثل مركز ثالث، واهميتها كمان ان هي تعتبر خير اعداد لمسابقة الدوري اللي احنا هنرجع نلعب فيها على طول، مباراة مهمة في بداية الدوري، عشان كده المباراة بالنسبة لنا بتمثل أهمية كبيرة جدا. يعني موضوع الروتيشن مهم جدا، خصوصا احنا في بداية موسم، أكيد هيبقى فيه عناصر جديدة هتدخل الفريق، لأن احنا محتاجين الكل يجهز. والحقيقة احنا عندنا ناس كانت موجودة بره، يعني لعيبة ممتازين، لازم ياخدوا فرصة، لازم يبقى عندنا جرأة في ان احنا نجهز الجميع، لان في النهاية برضو البطولة برضو قيمتها الكبيرة في الحصول عليها، المركز الثالث والرابع، يعني اعتقد ان هو نسعى ليه، لكن اهمية المباراة في تجهيز اللعيبة متهيألي من وجهة نظري ان هي اكتر كتير من اهمية، طبعا باستثناء المركز الاول، فالمركز الباقية تتساوى شوية. احنا فعلا الاستحواذ والاداء الجيد والاشادة كل ده كلام جميل، لكن في النهاية كرة القدم تاريخها لا يحسب الا بالنتائج، محدش بيفتكر اداء بيفتكر نتائج، عشان كده احنا مصرين ان احنا نعالج الاخطاء اللي بتخلينا ممكن نعمل اداء، والنتائج مصرين على كده، وان شاء الله نحاول نوصل نشوف الحاجات اللي ممكن تتعمل ايه ونحاول نوصل، لان فعلا لو اقترن الاداء بنتيجة الامور هتكون مختلفة تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لان انا شايف برضو ان فرقتنا ممكن تروح لبعيد جدا، لان انا عارف قدراتهم، ومش عشان مباراه الاهلي، احنا فعلا السنه اللي فاتت فريقنا كان بيلعب كوره متميزه للظروف محيطه حاطط بينا في موضوع تكوين الفريق، لكن فرقتنا فعلا ممكن تروح لبعيد لو قدرنا نحل اللغز ده، لو قدرنا نقرن الاداء بنتائج زي الفرق الكبيره يعني، ففرقتنا ممكن تروح لبعيد، و
وانا متخيل فرقتنا ان هي ان شاء الله هتبقى في مكانه كويسه ان شاء الله.